والبدايات صح، النهايات هتبقى ايه؟ متوافقه وسليمه، وهيبقى فيها ايه؟ بركه. لان الزواج ايه من ايات ربنا، وفيها صفه عظيمه من صفات ربنا الا وهي الرحمه، ومن اياته عايز تقول ان هو بيلتمس فيها الرحمه، وهي ايضا ان انسانه رحيمه وعطوفه. طب ما في بنات بتبقى عصبيه او راجل عصبي ومع ذلك بيبقى طيب جدا، هنا مقياس ان ممكن تقول لا ده مش هينفعني؟ ممكن ما ينفعهاش. امال هم عملوا فتره الخطوبه ليه؟ عشان هو فعلا يدرك الشخصيه اللي هيتعامل ويتعايش معاها. انت عايز تقول ان الانسان العصبي يركن عصبيته ما دام قرر ان يتجوز. اه، كان احد الصالحين قبل ما يخطب راح لخطيبته او اللي هيرتبط بيها، قال لها ان بي عيبا في خلقي، فان صبرتي فبها ونعمه، وان لم تصبري اغرك، اي اخدعك. قالت له ايه بقى؟ قالت له اشد منك عيبا من احوجك الى هذا العيب. يعني اسوأ منك اللي يطلع الايه؟ الوحش اللي جواك. هي النهارده طالما مين بقى يا استاذ مصطفى في الجيل الحالي او في عصرنا ده بيتكلم بالمنطق ده او بالاسلوب ده؟ ما عشان كده جه في الاثر والعرب قال لك خمسه لا تتزوجي منهن، اللي هم الانانه والحنانه والمنانه والبراقه والشداقه. الشداقه نفسرهم بالراحه كده هنحل الوضع كله. طب والراجل امتى ما اتجوزتش الراجل ده؟ انت ذكرت خمس صفات في الست اللي ما ينفعش الراجل يتجوزها. الراجل ليه صفات عديده، بس احنا لازم برضو ايه يعني نلمس نقطه مهمه جدا. الاقبال على الخطوه دي كله بيحطها تحت بند العاطفه، اللي هي المرحله اللي هي مرحله التعارف، اللي هي السلمه الاولى اللي ايه هيصعدوا بيها يخش مرحله حياه جديده. ايه رايك بين طرف غريب؟ استاذ مصطفى ما ردش على سؤال ايه الراجل اللي ما اتجوزوش. طب حضرتك بقى رد. لا الراجل بخيل طبعا، بخيل صليت اللسان. الراجل اللي بيمد ايده على البخيل صليت اللسان. الراجل اللي بيمد ايده على بيتعامل لغه الحوار بتاعته ايده دي خلاص كده يبقى انتهى. ثلاثة دول اساسيات اساسيات رفض. طب والراجل اللي عينيه فارغه، اللي هو ما بيكتفيش بواحده، ازاي تكتشفه؟ هتكتشفه طبعا من نظره العين على فكره. هي ممكن تكتشفه من نظره العين. وفي ستات على فكره بتعدي الموضوع دوت على اساس ان هي ايه هتغيره. يعني كنت عايزه برضو اكلم حضرتك في حته ايه اللي هي إيه الراجل يتجوز الست. طب ما ممكن يكون هو فعلا عينه زيغه لان الست اللي في البيت هي اللي وصلته للمرحله دي. لا احنا بنتكلم ما قبل بقى اللي هي ما قبل اللي هي اللي اثناء الخطوبه. يعني اكون قاعدين مثلا. هو مش مقتنع بيها اصلا. ما هو بس هيتجوزها. هيتجوزها ليه؟ انا بتكلم احنا ازاي نطلع ده اثناء فتره الخطوبه او الارتباط عشان نكتشف الشخصيه بعمق عشان ما نصدمش بعد كده. في صفات يا استاذه اميره، بصي حضرتك ما حدش هيغير حد عشان حضرتك تبقى عارفه. في صفات اساسيه في الانسان ولا حد بيربي حد. زي البخيل ده ما بيتغيرش، هو طبعا بخيل. مش هتقدري، وما فيش حاجه اسمها ايه في راجل يقول لك هاخد واحده مثلا ايه انا هغيرها او انا مش عارفه اربيها. طب الطبع يغلب التطبع. الطبع فعلا يغلب التطبع. التغيير بيبقى فين بقى يا دكتوره؟ التغيير بقى في حته ايه؟ يعني زي ما قال الاستاذ مصطفى مثلا، ممكن مثلا اكون انا ايه عندي حته عصبيه شويه، تمام؟ احد منها عشان بيتي يستقر. ممكن تكون مثلا لازم يبقى في تنازلات بين جميع بين الطرفين. ما هي المشكله ايه هي التنازلات يا استاذ؟ التنازلات بص هقول لحضرتك على حاجه. النهارده لما الاقي طرفين، احنا مش كفراسي رهان، احنا مش داخلين في صراع. يعني احنا النهارده ما بنراهنش مين ينتصر. طول عمر الزوجه العنيده الانانيه، يعني لما احنا قلنا الانانه دي اللي هي ما بيعجبهاش حاجه، هي اصلا معترضه عنيده. فانت النهارده كفرسي رهان، يعني هي وهو. طب احنا لما احنا الاثنين في صراع في معركه لازم انتصر. هي عايشه بمبدا ان انا لازم انتصر، ما ينفعش. ايه الصفات المتوازنه في الست؟ نعم، الصفات المتوازنه في الست استشفها ازاي في الست؟ صفات اي صفات؟ صفاتها بشكل عام. يعني فاصفر بذات الدين تربت يداك الاخلاق. بص حضرتك
ما هو في ناس قبل الجواز بتظهر اجمل ما عندها، ما احنا بنتكلم ان احنا زي نكتشف، لان احنا بنظهر اجمل ما فينا قبل. بس الاخلاق بقى مش هنا بعد بنفهم بنصدم. انا نفسي اقول بقى حته في حته الاخلاق دي، الاخلاق مش على حسب يعني، على ان انا مثلا في المجتمع وكده، فمش ان انت هتشوف بنت مثلا محجبه تبقى هي دي بنت ايه عندها اخلاق، او تشوف واحده مثلا بشعرها، الكلام ده مش مظبوط خالص. صحيح. ولا حتى ستايل اللبس بيدل على الاخلاق. صح. الدين معامله يعني انا اتعامل اسال عليها طبعا الاول، اسال عليها في محيط العمل. بمناسبه اسال عليها يا دكتوره دلوقتي، احنا يعني لو سالتي على حد ممكن يكون الحد ده وقع في حد ما بيحبوش، تقول لك لا الناس دي مش كويسه. الناس دي كويسه. فاحنا اصبحنا في زمن ان ما حدش بينطق بالحق كتير زي زمان، بس بيبقى في ان هم سمعتها مثلا ما تبقاش كويسه، في بنت تبقى ما بتكلمش حد، بس في ناس مطلعين عليها كلام علشان مثلا بنت دي مؤدبه بزياده او مظلومه. ما ده هيكتشفها بقى في هو دلوقتي خد ايه، خد مبدئيا. لا ما نقولش. خلونا بس ناخد استاذه هبه من القاهره. اتفضلي. مساء الخير، ازيك يا استاذه اميره؟ ازيك، اتفضلي حبيبتي. طبعا تشكري جدا جدا ما شاء الله على الحلقات والمواضيع اللي تجنن دي، كعادتك يعني ما شاء الله. والله يا استاذه اتفضلي.